السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم مع سعاد فلوق فيديو جديد. مهم كما كتشوفوا اليوم غنحضر معكم واحد الطاجين ديال السردين. هنايا كما شفتوا شديت الطاجين، درت فرشت له اوراق سيقان ديال البقدونس وسيقان ديال الكرافس، وغادي نضيف عليهم شويه زيت الزيتون حيت مازال غنضيف الفوق. بالنسبه اشني غادي نحتاج، هنايا عندي السرديل ها هو كما كتشوفوا منقي على هذا الشكل، نقيتو مزيان حيت له كاع دوك الشوك اللي تيكون فيه ما بقاش. بالنسبه للتتبيله اشني غنحتاج، عندي فلفل احمر، سكينجبير، كركم، الابزار، الملح، واحد راس معلقه ديال الكمون، هذا كمون بلدي باش ما يجيش داك المذاق ديال الكمون غالب، وعندي معلقه صغيره ديال الهريسه، هادو كاملين نخلطهم هنايا. وعندي هنا كما كتشوفوا بالنسبه للخضره اللي غنستعمل معاه، عندي الجزر، وعندي بطاطا، وعندي فلفله خضراء غير شويه شويه، ومطيشه كما كتعرفوا السردين كيبغي مع الحوت كامل كيبغي مطيشه. هنا عندي الحامض نص غادي نخليه للتزيين، ونص غنعصرو على هاد التتبيله. وغدا نحتاج حتى الزيتون، انا غنحتاج فيه هادي، غنحتاج فيها الزيتون مقطع، الزيتون خضر مقطع كيجي رائع بالطريقه. المهم اول حاجه غدا ندير هاي، المهم التتبيله راه عندي راه واجده حيت السردين دغيا كيطيب، غنخليه هو الفوق. هنا غدا ندير الجزر لتحت فوق هاد الجزر ديالي هو التحتاني. الخضره غنخلي نديرها كامله لتحت، غنخلي غير شويه تزيين من الفوق صافي، واما كلشي لتحت. دابا غنجي نصيب السرديل على هاد الشكل، نضيف عليه شويه زيت الزيتون، وغادا نخلط. سمحوا لي انا نستعمل اليد ديالي. خلطت التتبيله مزيان، غادا نجيب السرديل كما كنديرو بحال غنديرو مقلى، اولا كما شاركت معاكم كنبغي ملي كنديرو في الفرن، وغادا نطويه يجيني مطوي هكذا ونحطو في الطاجين. وبالنسبه للطاجين ما غنزيد لا توابل لا والو، صافي غنكتفي غير بهاد التوابل اللي غندير انا في السردين. كما كتعرفوا ضروري الحوت كيبغي مطيشة، البصلة لا، البصلة ما كتستعملش غير مطيشة، بغيتو تحكوها أولا تخلوها هكا، أنا نخليها غير هكا صاينة، غدا تطلق بوحدها. شفتو السرديل هاد الايام راه موجود تبارك الله، كيكون جديد، تفاداو غير نهار الجمعه الخميس اللي ما كيكونش، مع الجمعه الناس اغلبيه كيديروا كسكسو،
ما كنخرجوش الصيادة بزاف، كيكونش جديد. نقاد هذا على هذا الشكل حتى الاخير، ملي نسالي ان شاء الله غنوريكم الشكل النهائي. المهم حبيباتي ها نتوما بعد ما ساليت التزيين جا على هذا الشكل، زينته على هذا الشكل، وانتوما لكم الاختيار طريقه التزيين. درت من الفوق كما شفتوا هذه الفلفله خضراء شويه هنا، سرحت كاع السرديل، وهاد الطوماط سوريس كانوا باقي ليا اصلا عبر نوصل الثلاجه حتى هما نديرهم، يعني كاع ديك الخضره اللي كانت عندي استعملتها. وهنا من الفوق درت الزيتون مقطع اخضر. المهم على هذا الشكل كيجي رائع. ودابا غادي نسد عليه، غادي نقص البوطه، بوطه تكون مهيله كاع لاقصى حد، ونخليه يطيب على خاطرو الخضره ويطيب السردين. غادي غير كيطيب طيب ليا الخضره ويطلق ديك السردين المذاق ديالو حتى هو في الخضره، طلق ديك العطريه. ورجع معكم ان شاء الله ملي يكون واجد تشوفوا الشكل النهائي. المهم حبيباتي جيت معكم تشوفوا النهايه ديال الطاجين بعد ما طاب، ها هو على هذا الشكل. دابا خليته يشرب، صافي تشرب وطفيت عليه، وبقى على هذا الشكل ديالو كيجي رائع. دابا هاد لي طوماط سوغيز نحيد ليهم هادوك هاديك القشور ديالهم، تطابو نحيد ليهم القشور ديالهم ماشي مشكل. المهم كيجي على هاد الشكل، راه كيجي رائع البنات، جربوه. وانتوما كتعرفوا السرديل راه فيه منافع كثيره، والسرديل ما مغاليش، يعني اي واحد باستطاعته ياخذ السرديل، كيجي زوين هكا مع الخضره. نتمنى انكم تجربوه، راه غينال الاعجاب ديالكم انا متاكده، كيجي زويون. وما تنسونيش تخلوا لي في التعاليق ديالكم زوينين كيفاش جا، واش عجبكم الطاجين، ولايكات كتحفيز باش نزيدوا القدام. دائما تنطلبوكم انكم تدعمونا، حنا محتاجين دعمكم، يعني بلا بيكم راه ما غنزيدوش القدام، كنبقاو في بلاصتنا. واللي باقي ما تابوناش يتابونا في القناه، واللي مابوني يفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد، اي حاجه درتها غدا توصلوا. صافي بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، وعواشركم مباركه، تدخل لكم الصحه والعافيه وطول العمر وبكل ما كتمناو نتوما ووليداتكم والاهل والاحباب ديالكم. وبسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه.